جوجل تحمي صورك في مجلد سري. هذا ما كشفت عنه الشركة العملاقة عبر تحديث جديد لخدمة صور جوجل. هذه الخدمة تتيح للمستخدمين تخزين صورهم بمجلد مقفل. الخدمة الجديدة تمنع الوصول للصور المقفلة من قبل التطبيقات الأخرى، كما لن تظهر هذه الصور في المعرض أو الذكريات. لكن ذلك يا نادين لا يعني تعثر الوصول إلى الصور بسهولة، وذلك عبر رمز فريد يعده صاحب الحساب. وقد جرى إدراج الميزة في أجهزة بيكسل التابعة لجوجل على أن تصل إلى أجهزة نظام أندرويد قبل نهاية العام وأجهزة آيفون في وقت مبكر من العام القادم.